السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية في قسم هندسة مواد مائية. الفيديو اليوم راح أشرح مثال جديد لعدة أحمال مختلفة للاستفادة منها قبل حل الواجب البيتي. فإذا إحنا ما زلنا في Shear and Moment in Beams الفيديو الخامس أو Part 5. So, illustrative problem. A simply supported beam AB, 6 meters long, is loaded as shown in figure. Construct the shear force and bending moment diagrams for the beam and find the position and value of maximum bending moment. يعني هذا بيم أمامكم 6 متر طوله. عندي هنا حمل منتشر على طول 1.5 متر. بعدين عندي فراغ. عندي حمل لاخ منتشر مقداره على طول 3 متر. هنا الحمل المنتشر 4 كيلو نيوتن لكل متر، وهنا الحمل المنتشر عباره عن 2 كيلو نيوتن لكل متر، مع وجود حمل بوينت لود مقداره 5 كيلو نيوتن بهذا المكان بالمنتصف. اول شيء قلنا احنا لازم نسمي اماكن تغيير الحمل. اي بي هو سماه البيم، البيم هو اسمه اي بي، فاحنا نضيف الاحرف الاخرى اي بي. هنا تغيير حمل نسميه سي، تغيير حمل دي، المنتصف او الكونستريتد لود البوينت لود الموجود هنا اي. اوكي، قلنا اول شيء نخلي اماكن تغير الحمل ونسوي فري بودي دايجرام ونحسب الرياكشنز. فاول خطوه لازم نحسب الرياكشنز. Let us first of all let us find out the reactions RA and RB by taking moment about A and equating the same. يعني نسوي معادلة للمومنت about A وبعدين نساوي السالب والموجب، أو السالب نوديه على الصفحة الثانية يصير متساوي by equating them. By equating the same. عندنا هذا الفيجر أو البيم اللي طيناكم إياه. عم نعرف إنه هنا عندي حمل منتشر. من أسوي حمل، من أسوي المحصلة مال الحمل، راح يصير عندي هنايا المحصلة تصير بالمنتصف، صح؟ اوكي؟ فهذا المسافة تكون مال الحمل المنتشر، هذه الريزلتنت مالتها تكون هنايا. زين؟ وكذلك الحمل المنتشر هذا عندي هنايا بالإضافة إلى 5 راح يصير عندي حمل منتشر المركز مالته يكون هنايا. اوكي؟ لا ننسى هذا الشيء. بالإضافة إلى الخمسة كيلونيوت الموجودة. فأول شيء نجد الرياكشن RA و RB، بس قبلها لازم نرسم free body diagram ونفهم شنو الاكزامبلز اللي عندي. البيم، البيم بيحمل المنتشر 4 كيلونيوت لكل متر على مسافة أو طول 1.5. فالحمل المنتشر يصير حمل مركز بالمنتصف بمقدار 4 في 1.5، وهنا الحمل المنتشر اللي هو على طول 3 متر يصير 3 في 2 6 ونخليه هنايا. واضح؟ زين، اخذنا المومنت اباوت اي يساوي لنا صفر، اوكي، واتجاه اقرب الساعه هو الموجب. اذا 4 في 1.5 في 0.75 اللي مأشره هنا مال هذا الجزء الحمل المنتشر الاول واحد اللي هو 4 كيلو نيوتن في 1.5 في 0.75 المؤشر هنا قدامكم، زائدا هذا مع اقرب الساعه، زائدا الحمل المنتشر الثاني ياهو 2 في 3 في ذراعها يكون بالمنتصف يكون 4.5. 2 في 3 في 4.5، هاي 2 في 3 في 4.5، زائدا كذلك هذا مع عقرب الساعة عندي 5 كيلو نيوتن، زائدا 5 كيلو نيوتن في 4.5 كذلك مع عقرب الساعة، ناقصا ال RB عكس عقرب الساعة، ناقصا هذه RB لو فرها من هنا عكس عقرب الساعة، ناقصا RB في ذراع العزم 6 يساوي لنا صفر. أرتب المعادلة، يسموها ترتيب المعادلة، تطلع لي RB بالأخير 54 على 6 9، يطلع لي زائدا 9 كيلو نيوتن حسب الموجب والناقص اللي بالمعادلة، طلعت زائد 9 كيلو نيوتن، يعني 9 كيلو نيوتن للأعلى. رجاء أنا ننسى هذه، أما تكتب زائد 9 كيلو نيوتن يعني للأعلى،
قلت 9 كيلو نيوتن تعطي اشاره للاعلى بس بالحل هنا يعني متفهم انه هو للاعلى وليس للاسفل. اما اسوي سميشن اوف واي عم احسب الار اي سميشن اوف واي يساوي صفر واتجاه الاعلى هنا الموجب يعني 4 في 1.5 زائدا 2 في 3 زائدا 5 ناقصا 9 تطلع لي الار اي لانه الار اي اذا يكون للاسفل وهذا الار بي للاعلى اذا هاي تطلع الار اي هم للاعلى فاذا مجموع ذني للاسفل ناقصا التسعة هو يطلع لك الار اي ار اي تطلع زائدا 8 كيلو نيوتن او 8 كيلو نيوتن للاعلى. ممكن هاي المعادله احلها بغير طريقه اقول مثلا ناقصا 4 في 1.5 ناقصا 2 في 3 ناقصا 5 زائد 9 يساوي لنا صفر وبالاخير تترتب تطلع لي عندي زائد 9 زائد 8 كيلو نيوتن او 8 كيلو نيوتن للاعلى. اذا ما يعجبك تفهمها بهالطريقه اللي احنا كاتب بها باي المعادله تعتبرها ان سميشن اف واي صفر والاعلى هو الموجب الاسفل هو السالب. شلون نرسم شير فورس دايجرام؟ قلنا احنا واي حكينا عليها لما تخط افقي نقول هذا شير فورس دايجرام وجوها كيلو نيوتن وحدات وعلي من نكتب للاعلى موجب للاسفل سالب وصفر عند الخط البيز لاين مالته او الاكس اكسس مالته. فهنا شلون رسمنا هذا الرسم؟ اول شيء خلينا ننزل القراءات. اذني بالاي عندي رياكشن 8 فمن اي رياكشن 8 بوينت لو صعدت 8 اوكي خلينا اسويها فين من هنا بديت ار اي بالنقطه اي عندي فورس مقدارها ار اي بلس ولي فوق 8 صعدت 8 لي فوق زين. عندي بين الاي والسي عندي قوه مقدارها 4 كيلونيوتن لكل متر راح تنزل بمقدار 4 كيلونيوتن لكل متر اللي هي 4 في 1.5 6 ناقصا 6 8 ناقصا 4 في 1.5 تطلع لي 2 هذه هي 2 صح؟ واجي الربط بيناتهم خط مستقيم لانه هناك حمل منتشر يعني مستطيل هنا الحمل هنا يطلع لي شكل الشير مثلث هذا تقريبا مثلث زين. بالدي ايش قد؟ من السي للدي ما عندي اي حمل خارجي لود انتنسيتي هنا فيبقى مستقيم يبقى خط مستقيم هوريزونتال زين. بالاي ايش قد؟ بالاي من الدي للاي عندي حمل منتشر مقداره 2 كيلو نيوتن لكل متر 2 في 1.5 3 للاسفل يعني ناقص 3 وعندي 2 2 ناقص 2 في 1.5 وعندي ناقص 5 ايضا بنفس المكان يصير 2 ناقص افتح قوس 2 في 1.5 سد القوس ناقصا 5 هاي 2 ناقصا 2 في 1.5 ناقصا 5 2 ناقصا 2 في 1.5 تطلع لي ناقصا 1 بعدين تجي لها ناقصا 5 تصير 6 بعدين المساحة الأخيرة أو الجزء الأخير هذه بين البوينت لود الاي والبي عندي 1.5 متر في 2 3 اذا ناقصا 6 وصلت ناقصا 2 في 1.5 ناقصا 9 ومد خط مستقيم مائل لانه عندي الحمل منتشر خط مستقيم مائل للاسفل هنا لان الحمل للاسفل هنا عندي الحمل خط مستقيم مائل للاسفل ايضا يعني 6 صارت ناقصا 9 والحمل عندي منتشر فصار عندي خط مستقيم مائل للاسفل وصلت للتسعة عندي رياكشن هنا التسعة للاعلى رجعتني الى الصفر واضح ارجو تكون واضحة. عندي ملاحظة هنا لو شوفون هنا من نجي من 2 للناقص 1 للناقص 1 هذه ناقصا 1 هذه ناقصا 6 ان هاي اشارة هنا بالناقص اوكي فنجي من 2 للناقص 1 مر عندي بالصفر احنا قلنا من يمر الشير فورس على الصفر يعني عندي ماكسيمم بيندنج مومنت قلنا اد زيرو شير فورسز يصير عندي ماكسيمم بيندنج مومنت يعني لازم اعرف هالمسافه ايش قد وهالمسافه ايش قد بتشابه المثلثات بين هذا المثلث الصغير مع هذا المثلث واضح شلون؟ بهذا الشكل.
We know that maximum bending moment will occur at M, where the shear force changes sign. هنا يقول لك إن ما يغير الشير فورس الإشارات مالته من الموجب للسالب يعني مر بالصفر يعني at zero shear force will get maximum bending moment will occur will be occur. So let us start with let x be the distance between E and M. Between E and M هاي المسافة سميناها x. From the geometry of the figure between D and E we find that سوي التشابه مثلثات قلنا بين هذا المثلث وبين هذا المثلث الأزرق واضح؟ بين هذا وبين هذا رجاء تنتبهون عليها يعني X على واحد قيمة الشير فورس تساوي اثنين مو اثنين العفو المسافة هاي ايش قد الأفقية إذا هذه X وحنا عندنا هذه واحد ونص أصلا نص الثلاثة فإذا هي واحد ونص ناقصا X على اثنين أفقي على العمودي X على العمودي الأفقي هذا على العمودي واحد ونص على اثنين هذه اثنين هياته أوكي أو نسوي معادلة تطلع لي الإكس هذه الإس مقدارها تطلع لي تساوي لنا نصف إذا هذه نصف إيش قد بقت من هذه تساوي لنا بالأخير إذا واحد ونص ناقصا إكس بقى لنا واحد هاي تفيدنا بحسابات الأريات للمومنت أوكي هذه تشابه مثلثات لن ننسى باستخراج الإكس عم نطلع الماكسيمم مومنت عند الإم نرسم المومنت بيندنج مومنت دايجرام زين مرة تلاخ إذا هذا 6 متر طول البيم هذه 1.5 وهذه 3 هو مطينا إياها إذن هذه المسافة بيناتهم 1.5 هذا مو 2 سكيل لأنه شو تحس هذه المسافة شوية أكبر إذن هذه نوت 2 سكيل المهم هي 1.5 قيمتها وهذه طلعناها تساوي لنا 1 وهذه الـ X تطلع تساوي لنا نصف. اوكي؟ من تشابه المثلثات. عمود قلنا نحسب المومنت نبدي بمومنت بالـ A. صح؟ ايش قد مومنت بالـ A؟ مومنت بالـ A يساوي لنا صفر. خلينا نقطة صفر. زين. المومنت بالـ C شو يساوي لنا؟ مومنت بالـ A؟ مومنت بالـ C تساوي لنا مومنت بالـ A زائد الـ Area 1 هذه الـ Area 1. وتساوي لنا هاي المساحة صح؟ شبه المنحرف اللي ما يعرف قانون شبه المنحرف يقراها من ناية 8 زائد 2 يعني هذا زائد هذا على المسافة بين على 2 العفو 8 زائد 2 على 2 في 1.5 1.5 هاي المسافة اللي بيناتهم اوكي؟ تساوي لنا 7.5 خلينا نقطة 7.5 شكل الربط شلون؟ بما انه هنا مثلث هنا يصير عندي بارابوليك او من الدرجه الثانيه الصفر وين او اقرب للصفر هنايا هذه مو قريبه على الصفر هذه اقرب للصفر فنخلي هنايا خط مستقيم والربط يكون بارابوليك من الدرجه الثانيه واضح اعذروني شويه اوكي هذه من الدرجه هو كاتب بارابوليك يعني من الدرجه الثانيه سكند ديجري واضح ليش هيجي مو بهذا الشكل الاخر ليش مو مثلا خلينا نقول ليش مو هيجي لان هنا ما يصير عندي تماس اوكي هذه مو صحيحه زين المومنت بالدي شو تساوي لنا المومنت بالسي بلس مومنت بالسي بلس هذه الاريا 2 اذا عرفتوها كل زين 7.5 وصلنا هنا 7.5 هذه زائد هذه المساحه 2 في 1.5 هذه ال 1.5 واضح تساوي لنا 10.5 خلينا نقطه 10.5 الربط شلون يكون هنا ما عندي هنا الحمل كانه منتشر او
المعادلة هنا من الدرجة صفر، فصير هنا عندي خط مائل من الدرجة الأولى. أوكي straight line مثل ما كاتبين الناس straight line. زين هناش قد المومنت، عندي المومنت بالام يساوي المومنت بالدي بلس اريا 3. مومنت بالام يساوي 10.5 اللي هي مومنت بالدي، طلعناها هياته صح، زائد ان الاريا هاي الاريا اريا 3 هاي اريا 3. اريا 3 هي 2 في هذه 2 مساحة المثلث 2 في 1 على 2، قلنا هاي طلعناها قبل شوي طلعت لنا 1 في 2 في 1 في نصف وتساوي 11.5. 11.5 خليناها هنايا من يا درجة هنايا مثلث من الدرجة الأولى، تطلع هنايا بارابوليك من الدرجة الثانية، شكل الكيرف يكون بهذا الشكل وليس مو بهذا الشكل. ليش؟ لأنه هذه هناية الأقرب للصفر، وأنا بشير هذا الصفر صح؟ أخلي هنا خط مستقيم، لازم يكون عندي هذا الكيرف يقيس. إذا عندي هيش خط مستقيم الكيرف يكون بهذا الشكل، لأنه هنا يصير عندي مماس. أوكي؟ هذا الشكل ما يسوي لي مماس الآخر إذا أخذته بهذا الشكل، لا تنسون إذا بدينا منها هيك لهنا هذا مو مماس. اوكي هذا غلط بالنسبه لهذا المكان. زين المومنت بالاي شو تساوي لنا؟ المومنت بالاي تساوي المومنت بالام، هذه مومنت بالام هنا صار عندي ناقصا اي 4، الاي 4 صارت هنا شنو بعد بالسالب، الشير فورس هنا بالسالب، هذه الاي 4 واضح، فهذه 11.5 ناقصا افتح قوس مساحة هذا المثلث الـ A4 هو 1 في الـ X اللي هو طلع نصف على 2، 1 في نصف نصف على 2 ربع، إذن 11.5 ناقصا ربع يصير 11.5، وهذا 11.5. وهمينا وين الصفر أقرب صفر هناية، إذن الكير راح يصير من نوع من هذا النوع هيك، يعني يصير تكملة هذا الأسفل، يعني المماس هنايا. أوكي مرة الآخر لهذا الجزء، هذا شكل الكيرف هنايا. أوكي أوكي زين هسه طلعنا مومنت بالاي، يبقى عندنا مومنت بالبي، شو يساوي المومنت بالبي؟ يساوي المومنت بالاي بلس الاريا 5، عفوا هنا اريا 4 هذه اوكي. اذا المومنت بالبي تساوي المومنت، حطيكم غير لون لكن تصير لكم مواهز، جبناه هنا مومنت بالبي تساوي لنا مومنت بالاي زائدا هاي الاريا 5، هذه اريا 5 مرة تلاقي اريا 5 هي اريا مال الترابيزويدال. زين 9 زائدا 6، 9 زائدا 6 على 2 في المسافة بيناتهم اللي هي من هنا لشقد، هاي المسافة هذه المسافة اذا هي هاي 3 اذا هذه 1.5، بقت المسافة منها منها 1.5 واضح، هذه 1.5. اذا 9 ل 11.5 مرة تلاقي مومنت بالبي يساوي مومنت بالاي
اخي شو وصلنا ل 11 وربع ناقص. ليش ناقص؟ لان الاريا هنا بن ماينص بالشير مثل ما سوينا هنا بن ماينص، لانه الاي 4 بالماينص والاي 5 هم بالماينص، ف 11 وربع مومنت بالاي ماينص الاريا 5 اللي بين الاي والبي، هذه الاريا 5 وهي بالماينص 9 زائد 6 على 2 في 1.5، 9 زائد 6 15 على 2 7.5 في 1.5 11 وربع، 11 وربع بالماينص و11 ربع بالموجب صار الصفر، وهذا الصفر. والربط شلون؟ هنا ما عندي زيرو بس عندي اقرب، ياهو الاقرب للزيرو 6 لو 9 6 اقرب، فاخلي هنا المماس عند الاقرب للصفر او الصفر، هنا ما راح يصير مماس 100% لانه هنا عندي 6 هنا ما عندي صفر، اذا صفر صار عندي مماس 100%. مع ذلك احنا نخلي مماس يكون هو هذا اقرب للمماس، هذا يكون الكيرف بهذا الشكل. هم من الدرجة الثانية سكند هذا الكيرف من الدرجة الثانية. اتمنى تكونون افتهمتوا شلون حليت وشلون طلعت اكس وشلون حسبت المساحات مال الترابيزويد الخاب عندكم تجيكم بالامتحانات بالاي 1 وبالاي 5. شكرا، ومع التقدير كان معكم مدرس مادة مقاومة المواد المرحلة الثانية في قسم هندسة المواد المائية في كلية الهندسة جامعة بغداد دكتور زهير كاظم جهانجير، مع تحياتي.